بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الأرض والسماوات، تبارك الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. مشاهدي الكرام، اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام الذي أتم الله به الرسالة والإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى آله وصحبه الطيبين. رحلتنا في الحياة البرزخية رحلة يومية لا يمل منها. لماذا؟ لأنها محاولة منا بكل تواضع واستحياء شديدين أن نأخذكم معشر السادة الكرام إلى مستقبل حادث لا محالة، لا محالة. كل نفس ذائقة الموت. ماذا في الموت؟ وماذا من أسرار الموت؟ وماذا في القبر؟ وماذا من أسرار القبر؟ القبر جزء من العقيدة الإسلامية لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكاره. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ذكر القبر في مواضع كثيرة إشارة إلى حتمية الإيمان به، وذكر القرآن الكريم أهمية الدفن وكيفية الدفن ولماذا الدفن. يعني هناك ارتباط وثيق معشر السادة الكبار الأكارم بين الإيمان بالقبر والتصديق بالغيب، بالغيب، الإيمان بالقبر والتصديق بالغيب. القبر ليس بناء من الطوب اللبن أو ليس لحدا أو حتى من البناء المسلح، لا. القبر في داخله أحداث ينشرح لها الصدر ويطيب بها القلب، وأحداث أخرى يشيب لها الشعر. إذا صليتم على خير الأنام ومفتاح دار السلام. القرآن الكريم يحدثنا عن القبر باعتباره حقيقة. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. إشارة إلى أن القبر جزء أساسي من حياة الأمة ومن عقيدتها. لماذا لا تقم على قبره؟ يبقى إذن القيام على القبر واجب، الوقوف عند القبر واجب، تشييع الميت واجب أوجب. لماذا ولا تقم على قبره؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والقرآن الكريم هنا يؤكد لك أن القبر ضرورة حتمية لا محالة. ليه؟ ما دامت هناك ساعة يعني قيامة، يبقى فيه أماكن بيجمع فيها الناس، بيجمع فيها الناس انتظارا لوعد الله. فربط الله لك بين الإيمان بالقبر وبين الإيمان بالساعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ما دامت هناك ساعة آتية لا ريب فيها، يبقى فيه قبر. ما الناس يطلعوا منين؟ من بيوتهم. أين البيوت؟ وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر. فربط القرآن بين الإيمان بالآخرة وبين الإيمان بالقبر. كل هذه معلومات نحتاج إلى أن نقف عندها وأن نتريث في استنباط ما فيها من معلومات. قال تعالى جل جلاله: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. في إيه؟ في إيه؟ إن الأموات
تعطلت حركة الإنتاج العمل عنده، وليس من باب التفاضل، ولكن الحي لسه بينتج، لسه بيطلع حسنات، أما الأموات فقد توقفت أعمالهم. ينبغي أن يكون الفهم واضحا. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى إذن الناس اللي في القبور بيسمعوا حاجات معينة، الأحياء لا يسمعونها. يا سلام، وسيأتي تفصيل هذا. يبقى الميت بيسمع حاجة احنا مش سامعينها، وبيشوف حاجات احنا مش شايفينها وما نعرفهاش. يقول تعالى: ثم أماته فأقبره، يعني بعد الموت لازم القبر، لا يصلح أن نأخذ الميت ونضعه في ثلاجة أو في فريزر العمر كله، أو أن نحتفظ به لكي نشاهده صباح مساء. لا، هذا إذا كان موجود في ثقافات تانية بيعملوا كده، بيحفظوا موتاهم في أماكن معينة ويحطوا عليهم سوائل معينة لحفظهم لكي يشاهدونهم وقتا ما، كأنه تحنيط. هذا يخالف الشريعة الإسلامية. انظر: ثم أماته ف يعني عجلوا بالدفن. ثم أماته فأكبره، أكبره. ذكر لي بعض من أثق فيه أن غير المسلم خاصة في أوروبا، أول الواحد منهم ما يموت بيتطلع منه رائحة لا يمكن تقبله، مش ممكن أبدا، مش ممكن، حاجة في منتهى النتانة وفي منتهى الفظاعة. المسلم بيموت في وسطنا يقعد ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وبعض الصحابة جلس أسبوعا ميتا حتى وصلوا إلى جزيرة ودفنوه، وكان لا يزداد إلا بشرا وابتسامة وما تغير منه شيء. دي برضو أسرار الموت وأسرار ما بعد الموت إذا صليتم على خير الأنام. وقال تعالى: وإذا القبور بعثرت، يعني القبور الآن بتجمع، بتستقبل 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 بتستقبل، فيأتي عليها يوم لا تستقبل وإنما بعثرت، يعني يخرج كل من فيه. الله أكبر. طب هتعمل إيه بقى في هذه الحالة؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ أنت مش مذاكر ليه؟ مش مذاكر ليه هذه الآية؟ ما تذاكرها معايا في سورة العاديات. أفلا يعلم، ما هو الشايف ولا فاكر، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أنت ناسي هذه الساعة ليه؟ ما هو أنت دخلت الدنيا، خلي بالك، أرجو أن تفرفش معي، دخلت الدنيا من باب رحم الأم وخرجت منها إلى باب رحم القبر، دخلت القبر إلى باب رحم القبر، لابد أن تخرج من رحم القبر إلى رحمة الرب الواسع. كل مكان تدخله لازم تخرج منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: ألهاكم التكاثر، يعني انشغلتم بالتكاثر، اشتغلتم بالدنيا والمال وكذا وكذا حتى زرتم المقابر. زرتم هنا ليس معناها الزيارة، ان واحد بيزور ميت، لا، او بيزور ميتة، لا، وانما حتى زرتم المقابر يعني ظللتم منشغلين بالدنيا وبالصراعات عليها وحولها وفيها حتى زرتم المقابر، يعني دخلتم المقابر ميتين. القرآن بيستخدم هذا الأسلوب، أسلوب الاستئناس والتقريب، ولم يقل ألهاكم التكاثر حتى دفنتم في المقابر، لا، وإنما قال حتى زرتم المقابر، إشارة إلى أن ذهابك القبر هي زيارة جميلة. يا سلام،
إعجاز قرآني عجيب بصراحة. الناس فهمها حتى زرتم المقابر، اللي هي زيارة المقابر، لا، وإنما حتى زرتم المقابر يعني صرتم جزءا من المقابر، ودخلتم في المقابر ودفنتم في المقابر، فتوقف التكاثر وتوقف التناسل وتوقفت الصراعات الدنيوية التي عاش الناس عليها، وندم البغاة ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. الله أكبر. القرآن الكريم بيستخدم كلمة القبر والقبور على نحو ما استمعتم الآن، سلمكم الله تعالى، وقال ولا تقم على قبر، وقال القبور، وقال القبور، وقال القبور، وقال القبور، وقال المقابر حتى زرتم المقابر. دي كلها تشكيلات لغوية وتنويعات لفظية لكي نحيط علما بكلمة القبر في القرآن، المقابر، القبور، قبره، وهكذا. القرآن الكريم بيستخدم لفظة جديدة على مسامعنا وهي الأجداث. الأجداث يعني القبور، ومعنى أجداث يعني بقي فيها الناس جزءا طويلا من الزمان. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث يعني مكان قبورهم، مكان إقبارهم. يبقى القبر اسمه قبر واسمه جسد، جاداس، جاداس، جاداث، ومجموعها الأجداث، جاداث ومجموعها الأجداث، يبقى يسمى قبر ويسمى جاداث. قال تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وكلمة القبر أعم والمقابر أعم، لأن الأجداث هي الأماكن التي نام عليها الموتى، يعني أرض المقبرة. فانتبه إلى الفرق بين الاثنين. وقال تعالى يخرجون من الأجداث يعني من المقابر وأماكن دفنهم كأنهم جراد منتشر، يعني يوم القيامة. يا سلام. يخرجون من الأجداث يعني المقابر، المقابر أو الأماكن التي ماتوا فيه. الغريق بيطلع من مكانه لأنه تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وربنا بيعطي أمر للأرض، بيعطي